أحسن الله إليكم الأخ رمضان يقول: ما هو اللباس الشرعي الذي ترتديه المخطوبة أمام الخاطب؟ هل هو اللباس في البيت أم لا يظهر منه إلا الوجه والكفين؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز للخاطب أن ينظر إلا إلى ما يرغبه فيها، انظر إلى وجهها وكفيها ويكفي هذا، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك، وإن نظر إلى شعر رأسها يتأكد من سلامته فلا بأس أيضا على قدر الحاجة، ويكون هذا بحضرة وليها لا يخلو بها. نعم.